عملت البراونيز ازاي؟ جبت حمام ميه حطيته وجبت وعاء السلستين او بايركس انا اشوفه كويس عشان لو في نقطه ميه في البايركس او السلستين مش واصل حراره وهيخرج شوكولاته. هنا ربع كيلو شوكولاته ساده وربع كيلو من الزبده سيحتهم. اروح جايه حاطه عندي اربع بيضات والصاج بتاعي هو دهنته ماده دهنيه وبطنت ورقه زبده عشان اصب فيه. احط البيض بتاعي واحده واحده كده هو اقلب بسرعه عشان الشوكولاته والزبده سخنه. خدي بالك من دي. خطير. ايه رايك في الطعم التتبيله؟ حلو جدا يعني. بالهنا والشفا. لميس اخبار شوربه البصل ايه؟ جميله جدا. تمام؟ عايزه اسالك. انا ما كنتش بحبها الاول يا شيف. لا لا بتبقى في الدنيا. دلوقتي مش مسكره حلوه. بصي يا بنات عشان تعملي البراونيز بكل تفاصيله ويبقى فاتجي طري من جوه استك حطيت ربع كيلو من الشوكولاته الساده وربع كيلو من الزبده سيحتهم واربع بيضات واروح جايه على حمام ميه متوسط مقلباهم كده. كويس قوي خدي بالك ما تكونش في واحده ماسكه عشان الحراره.